الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث أخطاء عند تغيير زيت الموتور بتاع رش المبيدات، وسبب الأخطاء دي بتخلي عمر الموتور قصير. أول خطأ معانا، وده خطأ يعني عايز أقول كارثي، لأن ده بيتسبب في طلوع الدخان، الدخان من الموتور، كمان كل شوية الموتور يقف يسخن، بتحصل مشاكل كتير بسبب الخطأ ده. الخطأ إن إحنا ما نعرفش اللزوجة بتاعة الزيت، ودرجة اللزوجة حضراتكم هنشوفها مكتوبة على الإزازة بتاعة الزيت زي كده 10W30، في أرقام مختلفة وبتختلف الأرقام لأن كل ماكينة بتحتاج درجة لزوجة معينة، وبتختلف درجة اللزوجة دي حسب البلد اللي انت فيها. لو انت في بلد زي السعودية درجة الحرارة فيها مرتفعة، غير لو انت في بلد زي مثلا ألمانيا إنجلترا درجة الحرارة منخفضة، ساعتها هنغير درجة لزوجة الزيت حسب البلد اللي انت فيها. فلازم وانت بتشتري الموتور لازم تسأل درجة اللزوجة بتاعت الزيت كام على كام. وتاني خطأ معانا ان انا معرفش المقدار بتاع الزيت، يعني الكمية اللي انا هحطها للموتور قد ايه. لو انا معرفش هعمل مشكلة، اما الزيت يزيد او الزيت يقل. لو زاد الزيت هتلاقي الموتور بيطلع دخان، وكمان البوجيه بيتعص زيت وكل شوية الموتور يقف. طب لو قل الموتور هيسخن، ومن وقت للتاني هتلاقي نفسك بتعمل عمرة للموتور او نص عمرة. فلازم نعرف المقدار بتاع الزيت. كمان بتبان ان انا بحط الزيت واقيس، احط الزيت واقيس، فتلاقي نفسك عامل لنفسك مشكلة من غير مشكلة. الحل سهل، بسأل الراجل اللي انا بشتري منه الموتور ده بياخد قد ايه زيت، هيقول لي كيلو، هجيب الكيلو هحطه انتهت المشكلة. تالت خطأ معانا، وهو الميعاد بتاع تغيير الزيت. العربيات او السيارات حسب ما بتمشي من المسافات يقول لك تغير الزيت كل 10,000 كيلو، كل 20,000، كل 50,000، حسب نوع السيارة وحسب الزيت وجودته. ولكن الموتور اللي معانا حسب شغلك بتشتغل كم ساعة، فتلاقي مثلا يقول لك كده وهو بيبيع كل 20 ساعة تغير الزيت، فتقول عامل جدول انا في اليوم الفلاني غيرت الزيت، وبعدين بتعد الساعات بعد تشغيل الموتور. انا عارف ان الحديقة دي هتاخد مني شغل 5 ساعات، يبقى كل 4 مرات من شغلي في الحديقة دي هغير الزيت. فدول 3 اخطاء لو انت تفاديتهم وتجنبتهم ان شاء الله يكونوا سبب ان الموتور يعيش مدة اطول. في النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وإن شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.